أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل خلق عيسى عليه السلام نعم يقول أحسن الله إليكم هل خلق عيسى عليه السلام كخلق آدم عليه السلام في طريقة الخلق؟ لا، آدم خلق من تراب بلا أم ولا أب، وعيسى عليه السلام خلق من أم بلا أب، لكن هو مثله في أن الله قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، يعني خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك يقال عيسى كلمة الله، لأنه وجد بالكلمة من غير أب، وجد بالكلمة وهي قوله تعالى كن من غير أب. نعم.